السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة صيانة الأجهزة الخلوية الخاص بفرع الحاسوب وتقنية المعلومات امتحانات الدور الأول 2021-2022. هاي الأسئلة اللي هي خاصة بأجهزة الهاتف والحاسب المحمولة. المادة صيانة الأجهزة، السؤال الأول ملاحظة بالبداية، الإجابة عن 5 أسئلة. السؤال الأول: عرف 5 مما يأتي: الدائرة الخطية، رمز الدخول، اللوحة الإلكترونية الرئيسية IMEI، نظام بلاك بيري، والترقية. نجي شلون نعرف، هسه راح بالوحدة وحدة. الدائرة الخطية هي التي تتعامل مع التيار المتغير الإشارة، حيث تقوم بتكبيرها في المراحل المختلفة من الإشارة نفسها الداخلة. ثانيا: رمز الدخول، وهي شفرة حماية توضع في الهاتف لحماية الملفات المخزونة أو حماية الجهاز من السرقة، حيث يتطلب كلمة مرور عند تشغيل الجهاز أو الوصول إلى الملفات. ثالثا: اللوحة الإلكترونية الرئيسية هي عبارة عن لوحة إلكترونية من الفايبر المضغوط، غالبا ما تتركب من 7 طبقات، حيث تحتوي على جميع الدوائر المتكاملة والعناصر الكهربائية والإلكترونية الضرورية للهاتف الخلوي، والتي يتم توصيل بعضها البعض بواسطة خطوط ناقلة غالبا ما تكون من النحاس. IMEI، وهو رقم معناه International Mobile Equipment Identity، وهو رقم خاص يعرف الهاتف المحمول، وهو مشابه لبصمة الإنسان، يعرف من خلاله أي جهاز عن الآخر. يعرف من خلاله أي جهاز عن الآخر ويستخدم لتحديد الهاتف المحمول غير الأصلي المقلص صناعيا من الهواتف الأصلية، وبذلك في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف المحمول ويتصل بالإنترنت. نظام بلاك بيري، وهو نوع من أنظمة الهواتف الذكية التي تدعم خدمة البريد الإلكتروني، تم تطويره من قبل إحدى الشركات الكندية، ويتميز البلاك بيري بشكل رئيسي بقدرته على استقبال وإرسال البريد الإلكتروني، حيثما توفرت شبكة اتصالات خلوية لعدد كبير من شركات الاتصال حول العالم، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية التقليدية. الترقية، وهي عملية تحديث الجهاز تلقائيا دون تدخل المستخدم، وذلك بتحميل ملف التحديث من موقع الشركة، ولا يحدث أي فقدان للبيانات عند التحديث، وتلجأ الشركات إلى ذلك لإضافة خصائص جديدة أو تقنيات حديثة. نجي على السؤال الثاني: اذكر الطرق الواجب اتباعها عند حدوث مشكلة بطء استجابة الأجهزة الخلوية. الطرق اللي لازم نتبعها: أولاً، حذف البرامج الفعالة التي تم الانتهاء منها ولكن لا زالت في الذاكرة العشوائية، وذلك باستمرار الضغط على زر البدء هوم، حيث ستظهر لنا قائمة بالبرامج الفعالة والموجودة في الذاكرة العشوائية والتي من المحتمل لم نستعملها منذ مدة طويلة. ب. حذف الملفات المؤقتة التي تنتج عن عمل البرامج، وذلك باستمرار الضغط على زر ابدأ هوم، ثم الذهاب إلى مدير المهام ومنه تبويب الذاكرة العشوائية RAM، ثم الضغط على حذف الذاكرة. التقليل من الملفات المنزلة على ذاكرة الهاتف الخلوي الداخلية أو بطاقة الذاكرة الخارجية، كملفات الصور والموسيقى والفيديو إلى آخره. فرع باء، السؤال الثاني، فرع باء يقول: اذكر 5 من الخطوات الواجب اتباعها في عملية تنظيف اللوحة الإلكتروني الخاص بالهاتف الذكي. عندنا الشغلات اللي نستخدمها، الخطوات: أولا، تنظيف اللوحة الإلكتروني جيدا بالفرشاة دون استخدام مواد التنظيف. ثانيا، رفع مجموعة الكاميرا من اللوحة الرئيسي. ثالثا، وضع اللوحة الإلكتروني بأكمله في مادة تنظيف بحيث يصل إلى جميع أجزائه، عبر جعل مادة الثنر في الغسالة الكهربائية، وحسب كمية الأوساخ يتم تشغيل الغسالة وتكون بجهد 50 واط 220 فولت، والمدة المستغرقة من 1 إلى 30 دقيقة. 4. وضع اللوحة الإلكتروني تحت مصباح كهربائي عادي جدا ولا يقل عن 10 واط ولمدة لا تقل عن 5 دقائق للتنظيف العادي، 10 دقائق في حالة تنظيف البورد من المياه. 5. سحب اللوحة الإلكتروني من تحت المصباح وتركه حتى يبرد لدرجته الطبيعية. هذا بالنسبة للخطوات اللي نستخدم عند تنظيف اللوحة الإلكتروني.
نجي السؤال الثالث، عدد خمسة من مميزات اللغة العالية القصوى. مميزاتها، أولا سميت لغات البرمجة عالية المستوى بهذا الاسم لأنها قريبة جدا من لغة الإنسان. ثانيا سهولة الكتابة، إعداد البرامج وسهولة مراجعتها وفهمها وتعديلها إذا لزم الأمر. لا تحتاج الكتابة والتعامل معها إلى وجود معلومات موسعة لدى الطالب. كل لغة متخصصة بمجال معين، فلغة بيسك تستخدم في المجالات التعليمية، وكوبل في المجالات التجارية، وباسكال وسي في المجالات العلمية. إمكانية التوثيق وذلك لامتلاكها تعليمات تزود البرنامج بالملاحظات اللازمة لمتابعة البرمجة وتوثيقها. هذا السؤال الثالث فرع ألف. بالنسبة للسؤال الثالث فرع باء، يقول يمكن حذف الملف المطلوب في الهاتف الخلوي بطريقتين، اذكرها مع الشرح المبسط. اولا عن طريق استخدام عن طريق كابل USB، فعند توصيل الجهاز بالكمبيوتر سوف يتعرف الحاسوب على الجهاز الخلوي ويظهر اسمه على الحاسوب، وعند اختيار الجهاز تظهر كلمة فون، وفي هذه الحالة وجود ذاكرة خارجية تظهر معها كلمة كارد. ويمكن حذف جميع الملفات دفعة واحدة دون أن تؤثر على النظام التشغيلي، لأنه نظام محمي بواسطة نظام الجذور روت، والذي يكون مسؤول عن الملفات الداخلية التي تتضمن الإعدادات في الذاكرة. أما كيفية حذف الملفات بواسطة الحاسوب فتتم من خلال اختيار الملفات المراد حذفها بواسطة الزر الأيسر للفأرة، ومن ثم تنضغط على الزر الأيمن للفأرة ونختار كلمة ديليت. أما باستخدام الهاتف الخلوي فقط الطريقة الثانية، وهذا نحتاج إلى تثبيت برنامج نقوم بتنزيله من أي سوق ماركت كسوق ABTOIDE، أو أي سوق نقوم بالبحث عن البرنامج الذي نريده ونثبته على الهاتف الخلوي كبرنامج Advanced Fire Shifter. هاي بالنسبة لطريقة استخدام حذف الملفات من الهاتف الخلوي. السؤال الرابع من الفراغات الآتية، الفراغات اللي عندنا، أولا هناك طريقتين لربط الدائرة المتكاملة ICC555، هي وحيدة الاستقرار أو غير المستقرة. يمكن تقسيم البرمجيات التطبيقية إلى نوعين، وهما النظم التطبيقية والبرامج التطبيقية. ثالثا لتحديث وترقية أجهزة سامسونج هناك طريقتان، هما شبكة الإنترنت والكمبيوتر. تكون مادة الفليكس على نوعين، وهما الدهني والسائل. من أهم عيوب نظام سميبان هي عدم القدرة على التعامل مع خدمات الشركات الكبيرة، وعدم القدرة على استعمال المصفوفات. هناك طريقتان لاسلكية لربط الهاتف المحمول بالحاسوب لنقل البيانات، وهما البلوتوث والواي فاي. زين، هذا بالنسبة للفراغات التالية. السؤال الخامس يقول عدد خمسة من مميزات نظام التشغيل الاندرويد. عندنا المميزات، اولا التخزين، يستخدم الاندرويد لتخزين البيانات وكذلك انشاء النسخ الخفيفة من قواعد البيانات المرتبطة، كما انه يستخدم خدمات شركة جوجل. الرسائل، يدعم الاندرويد خدمة الرسائل القصيرة SMS وخدمة رسائل الوساطة المتعددة MMS. دعم اللغات، يدعم الاندرويد العديد من اللغات البشرية ومن بينها العربية بعد التحديث. متصفح الويب، المتصفح الموجود على الاندرويد مبني على واجهة ويب كيت مقترن مع محرك جافا سكريبت وفي متصفح كروم. دعم الوسائط، يدعم النظام العديد من الوسائط كالصوت والفيديو ذات التركيب H.264 و H.263. هذا بالنسبة لمميزات نظام التشغيل بالاندرويد. يقول فرع باء، يحتاج الهاتف الخلوي إلى إعادة ضبط، اذكر أسباب إجراء هذه العملية وطرق إعادة الضبط والأمور الواجب اتخاذها عند إجراء هذه العملية. أولا احنا نحتاج لإعادة الجهاز إلى ضبط المصنع في حالة نسيان النمط أو رمز الدخول للجهاز. طريقة إعادة ضبط المصنع يا أما باستخدام الشفرة أو الطريقة اليدوية الطريقة التقليدية. الأمور الواجب اتخاذها هو عمل نسخة احتياطية في حالة الحاجة للبيانات. نجي على السؤال السادس، يقول عدد المكونات الداخلية للكيان المادي في أجهزة الهاتف الخلوي.
عندنا احنا المكونات الداخليه للكيان المادي في اجهزه الهاتف الخلوي هي اللوحه الالكترونيه الرئيسيه، لوحه المفاتيح الداخليه، قاعده شريحه الهاتف الخلوي، سيم كارد ريدر، والسماعه سبيكر، والمايكروفون، والهزاز فايبريتر، وقاعده الشحن تشارجنج سكوت، وملامسات البطارية والكاميرا. بينما بالنسبة لهذا السؤال اللي هي عدد مكونات الداخلية للكيان المادي في أجهزة الهاتف الخلوي، ورعبا اشرح بالتفصيل مفهوم البرنامج الثابت فايرموير. الفايرموير هو البرنامج الثابت، وهو برنامج داخلي يكون دوره التحكم بالكيان البرمجي software بشكل عام لأغلب أجهزة الهاتف المحمول الحديثة المتكونة من معالج دقيق ووحدة إدخال ووحدة إخراج وذاكرة ومصدر للطاقة، وأن هذا البرنامج داخلي لتنظيم وتشغيل هذه العمليات بالهاتف الجوال، ويكون المعالج الدقيق خاص به، وأن لوحة التحكم لوحة المفاتيح تمكننا من إدخال كل البيانات. يختلف البرنامج الثابت فارموير من جهاز محمول لآخر، وذلك لاختلاف الكيان المادي الهاردوير الموجود في كل جهاز عن الآخر، حيث أن برنامج الثابت فيرموير يكون مكتوبا أساسا لإصدار هاتف محدد ولا يمكن استخدامه في هاتف آخر، ولكن في بعض الأحيان يعمل البرنامج الثابت الفيرموير على أجهزة مختلفة رغم اختلاف أنواع الهواتف. ولمعرفة إصدار البرنامج الثابت نضغط نجمة مربع أربع أصفار مربع، ولكل نوع من الهواتف المحمولة برنامج ثابت فيرموير خاص به. والبرنامج الثابت يكون بالعادة موجود بصورة رقمية يتم تنزيله من قبل المستخدم على أجهزة الهاتف المحمول. هذا كل ما موجود أعزائي الطلبة في حل أسئلة المادة الامتحانية صيانة الأجهزة المطلوبة، صيانة الأجهزة الخلوية تحريري فرع الحاسوب وتقنية المعلومات أجهزة اختصاص أجهزة الهاتف والحاسوب المحمولة الدور الأول 2022. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود نقدر نستمر وياكم وننشر لكم أسئلة وأجوبة وملخصات إن شاء الله، ملخصات العام السنة الدراسية القادمة بإذن الله. لا تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واحنا مستمرين معكم، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.